مشاهدينا، وللتعليق عن أضرار السيول على المستوى الاقتصادي انضم إلينا عبر الهاتف الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. سيد حسام، مرحبا بك. بداية، في ظل هذه السيول وجراء هذه السيول والأمطار التي شهدتها اليمن مؤخرا، ماذا خسرت البلاد برأيك في القطاع الاقتصادي؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. في حقيقة الحال حتى الآن لا توجد إحصائية بالغة حقيقية أو دقيقة بحجم الأضرار الاقتصادية والبشرية التي خلفتها هذه السيول، ولكن يمكن الحديث عن بعض مظاهر هذه السيول التي أصبحت ظاهرة للعيان. لدينا خسائر كبيرة في الأرواح البشرية مع الأسف في مختلف محافظات الجمهورية على مدار هذا العام نتيجة لتدفق السيول، سواء في محافظات عدن أو في مارب أو في صنعاء أو ريما أو الحديدة مؤخرا. لدينا خسائر كبيرة جدا في المنازل والممتلكات الخاصة بالمواطنين وسيارات المواطنين والمحلات التجارية، والمهم أيضا هو الأراضي الزراعية سواء في حضرموت أو في الحديدة على وجه التحديد أو في محافظة ريما. تم تجريف العديد من الأراضي الزراعية مع الأسف مع المحاصيل الزراعية قبل حصادها، وهذا طبعا يؤثر على دخول المواطنين بعد أن تضررت أيضا منازل الكثير من المواطنين تم سحبها مع السيول مع الأسف. المحاصيل الزراعية المختلفة وأشجار النخيل في حضرموت وفي بعض المحافظات الجمهورية، محاصيل والمواشي بالنسبة أيضا للمزارعين، هذه تتعلق بالمصدر الدخل المباشر للمواطن، وبالتالي لدينا مشكلة تتعلق بدخل المواطن بدرجة أساسية في هذه المناطق، إلى جانب يعني الأضرار المادية المباشرة في المنازل والسيارات والممتلكات المادية. نعم. طيب سيد حسام، يعني في ظل هذه السيول وهذه يعني المأساة التي حلت باليمنيين حاليا وفي عدة محافظات نتيجة هذه السيول الجارفة، ما الذي يمكن أن تقوم به الجهات المعنية لتلافي أضرار السيول على الحياة الاقتصادية للناس؟ يعني ننظر بالجانب الآخر، عدم وجود أو تشكيل حكومة جديدة إلى الآن حاليا، ما هي البدائل؟ على الأسف كان يفترض في بداية الحال أن يكون هناك نشاط إيوائي في البداية أو إنقاذ في الضحايا. هذا الأمر غير موجود نهائيا، سواء في المرات السابقة التي حدثت السيول في محافظة عدن والتي جرفت المنازل والسيارات وممتلكات المواطنين وأرواحهم، ومع الأسف أيضا لم يتم تشكيل مثل هكذا لجان للعمل في بقية المحافظات، سواء التي تخضع لسلطة الحكومة الشرعية والتي هي لا أصلا هي مغيبة حاليا، أو حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين. وبكل الأحوال لا توجد أي عمل إغاثي منظم أو حكومي يمكن أن يتدخل أولا لإنقاذ الناس المطمورين تحت السيول أو المتضررين من تهدم المنازل، ولا يوجد أيضا حتى عمليات إيواء للذين فقدوا منازلهم وأصبحوا يعيشون في العراء، ومنهم أيضا بعض النازحين مع الأسف الذين مثلا كانوا على مجرى سد مارب، كثير من النازحين تم جرف منازلهم وخيامهم مع الأسف. طيب، هذه من جهة، من جهة أخرى لا توجد أيضا أي آلية حتى الآن واضحة لتعويض هؤلاء المواطنين، أو لا حتى أن صندوق الطوارئ ربما غير مفعل، ولا توجد آلية معلنة حتى الآن على الأقل لتعويض المواطنين عن، وخاصة المواطنين في محافظة الحديدة المحاصرة عسكريا والتي يعيش أبنائها حالة فقر مدقع، وطمرت مزارعهم ومصادر دخلهم ومواشيهم التي يعتمدوا عليها بدرجة أساسية في الدخل. لا توجد أي حديث حتى الآن عن تدخل حكومي للتعويض، ناهيك عن بعض المبادرات المجتمعيه المصغره جدا وهي التي بالضبط نعم. لن توفي. نعم. طيب استاذ حسام، يعني في حال لو تم رفع اسم مدينة صنعاء القديمة من قائمة التراث العالمية التابعة لليونسكو، خصوصا بعد تهدم منازل كثيرة في مدينة صنعاء القديمة نتيجة لهذه السيول الجارفة، برأيك كيف سيؤثر هذا على قضية الاقتصاد في اليمن؟ طبعا ليس صنعاء وحدها المهددة بأضرار السيول، لدينا زبيد ولدينا مدينة شبام أيضا في حضرموت. الحقيقة المدن الأثرية هي إرث حضاري بشري للبشرية أجمع، وكان إن كان صنعاء في ظل وجود دولة محترمة أو دولة قائمة أن تصبح واحدة من أكثر المناطق السياحية على مستوى العالم التي تجذب الملايين من السياح وتقدم ملايين الدولارات لأبناء اليمن وللاقتصاد الوطني، ورفع اليونسكو أو شطب
أو تضرر مدينة صنعاء وبالتالي فقدانها للقيمة الحضارية والتراثية التي تتمتع بها، سيؤثر بالطبع على التدفق السياحي مستقبلا، وأيضا يؤثر على القيمة الحضارية لمدينة صنعاء. طيب أستاذ حسام، باختصار شديد لأن الوقت أدركنا، يعني بما يخص هذه النظرة المأساوية الآن التي ننظر إليها للسيول نتيجة لعدم توفر الخدمات وبالتالي أثرت على المواطنين، برأيك كيف يمكن الاستفادة من تدفق هذه السيول في صالح مشاريع اقتصادية زراعية باختصار؟ مع الأسف كانت هناك مشاريع لإعداد أو خطط سبقا سمعنا عنها لإعداد العديد من السدود، نعم، لكن مع الأسف تخضع أحيانا للمزاج الشخصي سواء كانت الأنظمة السابقة أو لغياب التخطيط السليم للسدود أو البناء السليم لهذه السدود. أولا كان يجب أن تكون لدينا سدود تحتوي هذه المياه، وغالبا الفيضانات أو السيول لا تأتي بشكل متكرر، وبالتالي احتجاز المياه سيساهم في الزراعة وفي تغذية المياه الجوفية، هذا لكن مع الأسف غير موجود. أيضا في مناطق الصحراوية أو في مناطق المأرب كان يمكن عمل مصائد للمياه تفيد في العملية. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك الباحث الاقتصادي حسام السعيدي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.